بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. برحب فيكم طلابنا وأعزائنا في هذا الشرح لدرس القواعد conditionals اللي هي الجمل الشرطية أو if clause إذا بتكون بتسموها، يعني يا conditionals يا if clause. خلينا نضيف if clause، هذا موجود في الدوسية في صفحة 37، موجود بالدوسية صفحة 37. طيب، بداية في شيء كنت كاتبه أنا هون راح. أوكي، اللي نتأكد نشوف شو صار. أوكي، ما في مشكلة، نرجع نكتب مرة ثانية هون. هلأ إحنا في درس القواعد، هذا درس مهم موجود بالوحدة الأولى، راح نشرحه على دفعتين. دفعة إن شاء الله توصلكم بكرة اللي هو يوم الأربعاء، لأن أنا بصور قبل بيوم، ودفعة راح توصلكم إن شاء الله يوم الخميس فأصورها يوم الأربعاء. نقسم الدرس لقسمين، قسم نشرح فيه كيف نحل ضع دائرة، كيف نحل تساهم فعل من أقواس. القسم الثاني يوم الخميس إن شاء الله راح نشرح فيه موضوع ريرايت. طيب، بداية في دلائل على الدرس. أوكي، دلائل على الدرس، درس if clause في عليه دلائل. دلائل الدرس اللي هي كلمة if بمعنى إذا، كلمة unless بمعنى إذا لم، كلمة as long as بمعنى طالما، كلمة provided that بمعنى شريطة أن، وكلمة when بمعنى إذا أو عندما، وكلمة even if حتى لو. إذن if إذا، و unless إذا لم، و as long as طالما، و provided that شريطة أن، و when إذا أو عندما، و even if حتى لو. هدول هم دلائل درس if clause، يعني وين ما بشوف جملة موجود فيها أحد هذه الكلمات بعرف إنه المطلوب هو درس conditionals if clause اللي هو الجمل الشرطية، صفحة 37 موجود بالدوسية. طيب، هذا الدرس بينقسم لثلاث أقسام في الدوسية عندكم، بس هو فعليا أربع أقسام، فأنا ضفت قسم رابع راح أزودكم بورقة العمل هاي اللي أنا بشرح عليها. تمام، أنا أخذت جزء من ورقة العمل موجودة بالدوسية. هلا بالفصل الأول بمادة التوجيه هم شارحين فقط الزيرو والفيرست والسكند، أو جايبين عليها أسئلة بحطوا مش شارحينها هم بالكتاب، بس الفصل الثاني عاملين شرح إلها ومدخلين كمان الثيرد كونديشنال، فبصيروا أربع أنواع. فإذا هذا الدرس ينقسم لأربع أنواع. طبعا الأسئلة اللي بتيجي عليه أنماطها أنماط متعددة وكثيرة، وما في امتحان في الوزارة يخلو من درس if clause، لا يوجد أي امتحان وزاري سابق يخلو من درس if clause مستوى رابع، سواء كان أو لما دمجوا فصار على مرة واحد بيقدموا طلاب التوجيه. طيب، الدرس هذا بينقسم لأربع أقسام، وأنتوا سبق أخذتوه بالصفوف اللي قبل، أول ثانوي أو عاشر، عفوا عاشر، أول ثانوي، تاسع إلى آخره. أقسام الدرس، واحد A اللي هي zero conditional اللي هي إذا الصفرية أو إذا النوع صفر، بتعبر عن facts وها الفانكشن تبعها، facts يعني حقائق، هاي احفظوها زي اسمكم. النوع الثاني B first conditional، إذا النوع الأول، بتعبر عن possible future events يعني أحداث مستقبلية ممكنة. النوع الثالث بيسموه second conditional، إذا النوع الثاني بيعبر عن impossible or unlikely events in the future يعني أحداث مستحيلة الحدوث في المستقبل. و النوع الأخير third conditional تحكي عن unreal situations in the past يعني أحداث غير حقيقية في الماضي. هاي الإضافة اللي أنا ضفتها مرة ثانية بضلل عليها، أنا هاي هي الإضافة اللي أضفتها. طيب، نرجع الآن للدرس من بدايته. الآن شو يعني zero conditional؟ يعني إذا النوع صفر، معناته لازم ألاقي إذا أو واحد من هاي الكلمات الموجودة هون. طيب، الآن شو وظيفة zero conditional؟ تحدث عن facts، حقائق. نشوف القاعدة تبعتها، هاي القاعدة هون اللي بالإيتاليك، هاي القاعدة. أوكي، اللي بالإيتاليك هاي القاعدة. if italic يعني جاي في اعوجاج شوي هيك مائل مائل. اوكي، if زائد subject، if زائد فاعل، زائد present simple مضارع بسيط، فاصلة،
subject زائد present simple برضو subject فاعل و present simple مضارع بسيط. فإذا بدي أستذكر قواعد اللي present simple وإنتوا أخذتوها مرارا وتكرارا وعملنا لها مراجعة بالفصل الثاني مخصوص عشان القواعد. فإذا بدكم تتذكروا قواعد اللي present simple. إذا if زائد subject زائد present simple subject زائد present simple. متى بستخدم هاي القاعدة؟ لما بدي أنا أستخدم أحكي عن fact في zero conditional. طيب الآن if هنا خذوا هاي المعلومة ممكن تبدل ب when. هاي شو بيحكي لي؟ in zero conditional you can use when instead of if. في zero conditional فقط بنقدر نستبدل if ب when. نأخذ مثال الأول. if you heat water إذا أنت تسخن الماء it boils إنه يغلي. يعني لما أنا بدي أسخن الماء بغلي وهي حقيقة. ما في حدا بيسخن الماء إلا راح يغلي في الآخر. طيب المثال اللي فيه when. when I get up late هنا في فاصلة. okay I miss my bus عندما أستيقظ متأخرا أفقد باصي يعني لا أركب في الباص بضيع باصي وهذا بصير مع طلاب المدارس. إذا هنا بنقدر نبدل when بإف وهنا برضو بنقدر نبدل إف بوين. okay فإذا نستنتج بإنه في zero conditional if زائد subject زائد present simple subject زائد present simple. هلا اللي بدي إياكم تركزوا لي عليه هي the present simple هون خليها باللون الأحمر وال present simple هون خليها كمان باللون الأحمر. طيب نيجي الآن للثانية اللي هي first conditional possible future events. كيف تركيبة القواعد دي؟ if زائد subject زائد present simple. هون ركزوا إذا بتلاحظوا في تكرار لعنصر الـ present simple هون. هاي عندي هون present simple وعندي كمان خلينا نرجع للزيرو برضو عندي هون present simple. طيب كيف بدي أميز؟ خليكم معي نكمل. subject will verb 1 وبدنا نضيف كمان من عنا will أو won't يعني will not مش بس will يا will يا will not verb 1. طيب هناك شو كان إذا متذكرين؟ وهناك كان present simple كمان مرة. فإذا كان في الجزء الثاني present simple معناته هاي zero. إذا كان في الجزء الثاني will أو will not معناته هاي first أيضا. طب إذا كان مفضي لي هو الجزء الثاني زي هون عامل لي هون فراغ أو عامل لي هون فراغ هاي ضللت على المكانين اللي ممكن يكون فيهم فراغ. طب كيف بدي أعرف أنا؟ بدي أرجع للمعنى تبع الجملة. إذا كانت الجملة بتعبر عن fact حقيقة بدي أرجع للأولى. إذا كانت تعبر عن حالة مستقبل ممكن بنروح على الثاني. ورح نأخذ أمثلة والآن رح أوضح لكم جزء الآن تشوفوا الحكي الشفهي تستصعبوا الموضوع. لكن لما أحل الأسئلة امشوا على الطريقة اللي أنا رح أستخدمها رح تحلوا كل الأسئلة بسهولة وبتمكن. نيجي الآن للجملة الثانية اللي هي في الـ first conditional. if I get a good job إذا بحصل أو أحصل على وظيفة جيدة I will be able to save money سيكون بمقدوري أن أوفر مالا. يعني هاي first مش حقيقة. ممكن في ناس بيشتغلوا بس ما بيوفروا فلوس بيصرفوا مصرف جيد. فهنا إذا أنا أحصل على وظيفة إذا أحصل على وظيفة مش حصلت أحصل I will be able to save money سيكون بمقدوري أن أوفر مالا. لاحظوا هنا get present simple ليش؟ لأنها verb 1. شو إجا هون عندي؟ will verb 1 اللي هو will be able مش فعل able adjective. طيب الآن نيجي للسكند كونديشنال. سكند كونديشنال إذا النوع الثاني بتحكي عن impossible or unlikely events in the future يعني أحداث مستحيلة الحدوث في المستقبل. القاعدة تبعتها if زائد subject زائد past simple. ركزوا معي past simple هلا في فرق صار فوق present simple وتحت past simple. هنا subject would أو wouldn't verb 1 would أو would not زائد verb 1 حسب الجملة. إذا كان معطيني نفي بدي أنفي إذا كان معطيني مثبت بدي أثبت. طيب فهنا past simple. طيب شو هي قواعد past simple؟ يلا متذكرينها اللي هي verb 2 was aware wasn't aware didn't verb 1 هاي قواعد past simple. والجزء الثاني would أو wouldn't verb 1. ناخذ مثال if I had enough money لو كان عندي مالا كافيا I would buy a car لاشتريت سيارة. معناته ما كان عنده مال كافي وما اشترى سيارة. طيب أيضا في ملاحظة مهمة جدا بدي أكبر ركزوا عليها أيضا إنها تستخدم لإعطاء نصيحة if I were you لو كنت مكانك. وهاي في عليها rewrite ومهمة جدا جدا جدا. لما تشوفوا الشرح اكتبوا على هاي الملاحظة مهمة جدا وجابوها مرة بالوزارة أو مرات مش متذكر بالضبط. إحنا لما نرجع أسئلة الوزارة ونحلهم إن شاء الله راح نشوف.
If I were you, لو كنت مكانك, I would or wouldn't مع verb one. أضيفوها عندكم مع verb one. طيب. الآن نحفظه لعند هون. هذا كله حفظ. هاي نظللته. لونته بالأحمر. وهي كمان ظللناه بالأصفر. وعملنا له خط تحته. فهنا تكون تركزوا إنه if I were you, لو كنت مكانك, I would or wouldn't. Verb one هاي لإعطاء نصيحة. هذا الوظيفة منها. احفظوا الوظيفة. ناخذ مثال. If I were you, لو كنت مكانك, I would tell the truth. لقلت الحقيقة. لو كنت مكانك لقلت الحقيقة. وهي يستخدم لماذا؟ لإعطاء نصيحة. وهي في السكن conditional. طيب. الآن ننتقل للثيرد conditional, النوع الإضافي اللي أنا ضفته على ورقة العمل هاي. Unreal situations in the past. يعني أحداث غير حقيقية في الماضي تماما. If زائد subject زائد past perfect. The past perfect اللي هو had verb 3. Past perfect اللي هو had verb 3. Subject would or wouldn't have verb 3. هنا would or wouldn't have verb 3. ركزوا وانتبهوا. هنا فوق would or wouldn't have verb 1. بس هنا would or wouldn't have verb 3. Will have ثابتة. طيب. الآن نأخذ مثال وبعدها نروح للأسئلة رأسا, لأنه نعرف في بعض الطلاب يقول لك لحد الآن مش فاهم ولا إشي. هلأ راح تفهم 100% إن شاء الله. If they had sent the message, had sent, had verb 3 اللي هو بمثابة إيش؟ بمثابة past perfect. هيو. I would have received it. لو أنهم أرسلوا الرسالة لاستقبلته ولا تلقيته. فبالتالي هم ما أرسلوا أبدا وأنا ما تلقيت أي شيء. الآن كيف بدي أحل؟ هذا اللي بيهم الطلاب دائما, بس يشرح الأستاذ بيهمهم كيف الطالب بده يحل. إذا جاب لي سؤال زي هيك بالوزارة, correct the verbs بدون brackets, صح الأفعال بين أقواس, أو جاب لي زي هيك, choose the correct answer, اختر الإجابة الصحيحة, كيف بدي أحل يا أستاذ؟ ممتاز. بدنا نكتب معلومة باللغة العربية الآن وإحنا بنشرح, وهاي ركزوا عليها من الجزء, خلينا نضللها عشان تكون بخط كبير وتركزوا من الجزء المفقود أو الموجود, عفواً الموجود, أعرف المفقود كيف يعني. باجي على الجملة الأولى. أول شيء شو دليل الدرس إف؟ هيها موجودة, هاي كلمة إف, هاي بدي أحطها تحت خط ولونها باللون الأحمر, انتبهوا عليها, هاي دليل الدرس. طيب هذا درس إف كلوز يا أستاذ, ممتاز, هاي عرفنا. الآن ما بنظر للجزء هذا اللي في الفراغ ولا بشوفه نهائياً ولا زي كأنه موجود, بروح مباشرة للجزء اللي بعد الفاصل. هذا بيسموه بالانجليزي main clause, وهاي بيسموها if clause. هلا if clause ومين clause مش ضروري تعرفوهم بالوزارة عشان تعرف تحلو. يعني it's not obligatory to know that this is if clause and the second part is called main clause. There is no need for that. The most important thing here is to concentrate on the structure or on the rule itself. How? So whenever we have would plus verb one, so we have to return back to the four types and define and determine which part you have to select in order to answer. يعني شو اللي حكيته؟ إنه أهم نقطة في الموضوع أعرف بإنه would tell هاي على أي قاعدة. طيب خلينا نروح ندور مع بعض شوي شوي, نقطة نقطة. من الجزء الموجود, يعني باجي بطلع على الجزء اللي ما في الفراغ. هذا الجزء اللي في الفراغ اللي هو قبل الفاصلة. وبعد الفاصل الجزء المليان, بروح على الجزء المليان اللي هو هذا, هو would tell. بدور وين في would verb 1 من البداية. هل هنا في would verb 1؟ لا. هل هنا في would verb 1؟ لا. هل هنا في would verb 1؟ نعم, هيها would or wouldn't verb 1. ممتاز. طيب بدام would or wouldn't verb 1, شو لازم استخدم قاعدة؟ بستخدم قاعدة الباست سمبل. بنزل هون بشوف هلا كلمة have, شو الباست سمبل منها؟ يعني ايش التصريف الثاني من الفعل have؟ التصريف الثاني من الفعل هاد هاد, فبتصير الجملة لو كان عندهم مشكلة she would tell you, لا أخبرتك. يعني ناس عندهم مشكلة وجارة من الجارات بتحكي مع جارتها فبتقول لها والله هذول الناس كان عندهم مشكلة. أوكي, فإذا كيف أنا حليت؟ مرة ثانية بعيد, خلينا نحط هنا الفراغ, بروح على الجزء الموجود اللي هو would tell, أي موجود هون عندي شايفينه. الجزء الأول معناته بده يكون past simple, والpast simple من الفعل have بدنا نحوله تصريف ثاني. إيش تصريف الثاني من have؟ بصير have. طيب نيجي الآن للجملة الثانية. Unless the girl, إذا لم the girl her mental ability, قدرتها العقلية, she will never. وبرضه هنا بصراحة صحيح مش ضروري ترجمه, مش ضروري ترجمه إلا إذا بين fact و possible future event, يعني بين first و zero. هسه راح نشوف برضه أمثلة عليه.
she will never get the correct answer. شو اتفقنا قبل شوي انه بنروح على الجزء المليان. الجزء المليان هون شو هو؟ will never get. بدور على will. وين موجوده will؟ دوروا عليها يلا. هاي will هون. هاي will. اوكي will او will not verb one. معناته بدي احل على present simple. تمام؟ طيب نرجع للجمله. السؤال الان شو هو ال present simple من الفعل use اللي بين اقواس في هاي الجمله؟ اما use او uses. هسه the girl مفرد معناته شو بتاخذ؟ uses. هاي الاجابه. طيب نيجي الان للجمله الثالثه. بنروح على الجزء الموجود. خلينا ارجع الفراغ عشان تركزوا شو عملت. هسه هون هاي اف في المنتصف جايه عادي ما في مشكله، لا بنعجب ولا على بالي. هلا في عندي هون فراغ، هاي الجمله ما بطلع عليها، بطلع قبل اف هون. would have verb 3 هيها. would have verb 3 هاي النقطة المهمة بدي تركزوا لي عليها. would have verb 3 وبدنا نلونها ونحط تحت خط. طيب would have verb 3 هيها موجودة هون هيها. هاي would أو wouldn't have verb 3. طيب معناته عائقة بدنا نحل الجزء الأول على past perfect. طيب شو الباست بيرفكت؟ had verb 3 أو hadn't verb 3. فهون شو بنقول؟ Rashid would have suffered a lot if he had not prepared himself perfectly. لو أنه لم يحضر نفسه بشكل صحيح أو بشكل كامل. طيب نيجي الآن للجملة الرابعة. هاي جملة وزارة سابقة. الجملة الرابعة أكتبوا عليها جملة وزارة سابقة. طيب الآن provided that. شو دليل الدرس؟ provided that. أوكي. الآن هاي الفاصلة. قلنا وين نطلع على الجزء اللي بعد الفاصلة؟ will go. will go. will go هيها موجوده هون بالفيرست كونديشنال. ما دام في عندي will وverb 1 معناته بدي استخدم present simple. طيب شو اللي present simple من not rain؟ يا don't يا doesn't. يا don't يا doesn't. و it هون شو بتاخذ؟ بتاخذ doesn't. فبنقول it doesn't rain. تمام؟ هاي اجابه السؤال. نيجي الآن للجملة الخامسة. الجملة الخامسة إذا أنتم ملاحظين ما بنطلع على الفراغ، بنطلع قبل الفراغ. طيب الآن شو في عندي هنا؟ وين؟ وين هو دليل الدرس؟ when you heat cheese عندما تسخن الجبن أو الجبنة. it هنا بدها تأخذ will melt ولا melts؟ وليش بدها تأخذ melts؟ طيب ليش؟ لأنه هاي fact. fact. فبالتالي بنقول it melts مش it will melt. لأنه لو قلت it will melt معناته لو تسخن الجبنة ممكن والله تذوب وممكن ما تذوب. فعشان هيك إحنا بنحط melts. أوكي هنا نرجع هدول لأسود عشان تعرفوا إنه الجملة هيك كان أصلها، وهذا اللي إحنا ضفناه بالأحمر هذا إضافة من عنا. أوكي طيب هنا هاي هنا احنا مناش فيها. اوكي طيب الان نكمل السادسة. الجملة السادسة if I you I would visit that museum. I would visit. ركزوا I would visit. طيب بنروح على would verb 1 ولكن ركزوا شو معطيني؟ if فراغ you ومعطيني بين قوسين b. ما دام معطيني b بين قوسين وراء I would فراغ و if I you بحفظها حفظ. هاي حفظ if I were you بدها تكون. if I were you بتقولي الآن يا أستاذ طب ما هو احنا بنعرف إنه I بتاخذ شوير بتاخذ was. مظبوط ولكن في هاي القاعدة حالة استثنائية خاصة في اللغة الإنجليزية عشان نستخدم لنصيحة بنحكي أو نحكي نعبر عن نصيحة بنحكي if I were you I would verb 1 دائما. if I فراغ you احفظوها بصم من الان لا امتحانات الوزاره السنه الجايه على خير وهدت بل وير دائما if I were you لو كنت مكان. الجمله السابعه even if she فراغ هون معناته بنظر الجزء الثاني. هاي won't give. won't give okay won't give معناته على الفيرست كونديشنال معناته بدي استخدم present simple. present simple شو هو؟ يا verb 1 يا verb 1 اسري اس. فهون finish الفعل معناته شو بده يصير؟ finishes. اوكي حتى لو انها تنهي عملها امها او امها لن تعطيها الموافقه للذهاب خارجا. السؤال الاخير شو الدليل عليه؟ as long as she helps her son طالما انها تساعد ابنها he
اوكي هون مش help عفوا هون مفروض feel هون مفروض feel اوكي هون as long as she helps her son هاي fact ولا possible future event possible future event مش fact مش حقيقة هون بنقول he feels safe and confident طيب ليش استخدمنا feels آسف هون المفروض will feel safe and confident هلا في بعض الطلاب والطالبات ممكن يقولوا يا استاذ والله ممكن نحكي he feels safe and confident بصير مزبوط ولكن هون انه هاي possible مش fact الفاكت بيكون scientific religious that تكون something that is او has been proven مثلا in the past okay طيب هلا هون as long as نرجع لهي الجمله انا هون غيرت كثير شغلات معلش لعدم التركيز شوي as long as هون الدليل على القاعده helps هون present simple okay معناته هون نستخدم will verb one او will not verb one فهون الفعل feel فبده يصير will الجمله شو معناها طالما هي تساعد ابنها هو سيشعر بالامان وبالثقه طيب نيجي الان للنمط الثاني من الاسئله اللي هو اختيار من متعدد اختيار من متعدد نفس الفكره من الجزء الموجود اعرف المفقود هسه عندي هون if she loses her purse هلا هون present simple present simple معناته عندي هلا انا خيارين يا اما present simple زيه يا اما will verb one ليش لانه if زائد present simple مش موجود الا في قاعدتين اللي هي zero و first طيب الان مره ثانيه خليكم معي يا اما will verb one يا اما present simple هلا would be هاي غلط 100% وهاد بين هاي غلط was غلط شو بضل عندي will be ليش؟ لأنه هاي will verb one. طيب نيجي للجملة الثانية. If the police had arrested her, had verb three. أي قاعدة third conditional اللي هي if subject present past perfect. جزء ثاني would or wouldn't have verb three. فهنا would or wouldn't have verb three. بدنا ندور على would or wouldn't have verb three. Would no غلط. Will no غلط. Had known غلط. Would have known هي صحيح. ليش؟ لأنه عندنا بالجملة الأولى past perfect. طيب نيجي على جملة ثلاثة. If she studies her lessons, هون studies present simple. Present simple. طيب مدام present simple معناته عندي حلين. يا present simple يا will verb one. طيب would have passed غلط. Past غلط. Would pass غلط. بيضل عندي will pass اللي هي will verb one. موضوع سهل جدا يا شباب ويا صبايا. سهل سهل جدا. أسهل منك ما في. طيب if the manager had sent, had sent. Past perfect. في past perfect شو بدنا نستخدم؟ هاي نرجع للقاعدة هي. هاي past perfect. Had sent. بدنا نستخدم would أو wouldn't. Have و verb 3. نرجع للجملة. Would أو wouldn't have verb 3. Would sent غلط. Would have sent هي صحيحة. Will sent غلط. Sent غلط. الآن بضل آخر جملة أنا عمدا عاملها زي هيك. مرات بالوزارة بيجيبوا جملة مش فاكت. بس بيعملوها فاكت. يعني بيخلوها فاكت. ليش؟ لأنه بحصرني بالخيارات كيف يعني بحصر بالخيارات؟ خليكم معي unless دليل الدرس طيب الآن نشوف الخيارات أول شيء نقرأ الجملة بعدين نشوف الخيارات unless she concentrates إذا لم تركز she فراغ هلأ الفراغ هون بدنا نعبيه بواحد من هذول الأربع خيارات هلأ concentrates present simple مدام present simple معناته في عندي خيارين يا will verb one يا present simple الآن ندور في هنا will غلط لا ما في في هنا will ما في طيب في هنا will برضو lost verb 2 بيضل عندي loses طيب مدام هو مش معطيني will فإذا في عندي الخيار الثاني اللي هي present simple والpresent simple الوحيد من هذول الأربع خيارات الأخيرة فعشان هيك هاي الجملة تعتبر fact مع أنها في المعنى مش fact لكن هيك بيعملوا بالوزارة وموجود عليها مثال بالوزارة زي هيك جملة أصلاً هي مش فاكت بس هم عملوها إنها فاكت كيف بحصري بخيار present simple لأنه ما بصير أستخدم مع الـ present simple هون would lose ولا would have lost ولا lost إلا فقط loses وبهذا الشرح أنهينا الجزء الأول من if close إن شاء الله يوم الخميس تأخذوا الجزء الثاني اللي هو جزء الـ rewrite دمتم في رعاية الله وحفظه